نحن حكينا مع شاهين آغا بموضوع أفعالكن يلي بلا طعمة وتخبيصكن الكبير اللي عم يسبب لنا بلاوي زرقاء، ومشان هيك ولحتى نخفف هالمصايب شاهين آغا رح يكون موجود هون. شو تفضلت بالله؟ يعني صح هالشي ما حكينا فيه، بس ليكنا عم نحكي فيه هلأ. يعني هلأ هالولاد أكيد بحاجة إلك، لأنه أنا هلأ كأنه فايت بالحيط وعم قرر ونفذ بلا ما أسمع ولا أفهم، وهالشي عم يسبب مشاكل للكل. يعني يلي بدي أقوله، أنا كمان بحاجة إلك. تسلم لي، مقابل كاسة شاي عم تطلب إنه تاخد لي اللي صفيان من باقي عمري؟ بس أنا تقاعدت يا معلم خضر، انسحبت بكرامتي وقاعد برواق، وإذا كان في حدا حابب إنه يستشيرني شرف ويجي محلي، وإذا كانوا بموقف صعب وما فيهم يجوا أنا يلي بروح. بس من بعد هلأ ولهون صدقني والله ما عاد فيني بنوب. طيب رح نعرض الفكرة على التصويت، مين فيكم بحس انه هو بحاجة لشاهين آغا هون؟ خلاص نزلوا ايديكم. قبلت، بس عندي شرط واحد، انا ما في عندي طاولة مثل اونال تبع ارفعوا ايديكم، ويلا اقعدوا على الكراسي وقوم من على الكرسي، وهديك الك وهي لك ما بتخرط بمشطي. على راسي، شفت هاي اجيت وحطيت القاعدة الاولى. ما شاء الله، ماشي اتفقنا، ديرة مثل ما بتحب. قصدك بالإدارة؟ سيدي بس ما تكون انت رايح تخدم جيش، خير ان شاء الله. خير خير، كلياتنا بحاجتك يا اخي الكبير. الليلة رح التقي مع فيكتور. وين؟ مين ومين أخي؟ دق لك رئيس. السيد نوزة ترتب لنا لقاء، وفيكتور رح يجي معه رفيق، وإلكار المايع توبراك وصبحي وداك الحقير اللي اسمه إندار. رح منفجرهم كلياتهم هنيك؟ لازم تخبرنا عن المكان كمان، لأنه أنا بدي أحضر كل الترتيبات. ثروت لا تنفجر، حتى لو كان عن بعد لا تنفجر. ومين يلي رح يروح معك أخي؟ رح أخذ اللي بقيوا على الطاولة. شو؟ وأونال كمان رح يجي مشان يلتقي مع فيكتور؟ لا، في عنده أشغال أهم بكتير. أي شغل؟ المسا مع زميل لعنا على العشاء، جاي مع السيد يلماز. كيف يعني؟ أكلت محاشي ويبرق، أنا شو بيعرفني عشا شو أخي؟ كل يلي بعرفه أنه السيد يلماز طالب خبز ضيعة. شو عم تحكي يا الياس؟ بنته المعنوية ما لها موجودة ببيتي هلأ؟ رح يجوا لزيارتها وأنا رح كون هنيك؟ أها، هاد هو الحكي المزبوط. شو يعني هاد الحكي المزبوط؟ بس ما يكون السيد أونال بيعرف شي عن لقائنا بفيكتور. يعني معقول أوزر رح يعرف هالشي وما رح يخبره؟ بعمل لقائي وبعد منك كل واحد بيقول شو ما بده. خلي قلب أصلان يلاقي اللي عم يدور براسه، وخليه يروح يتعشى مع عمه السابق وأنا بجي معكن. الياس، مين مع مين بيقعد وشو عم يتعشى وشو بيعمل ولوين راح ما بيهمني. أنا
رح حاول أوصل لمكان مع الرجال، هذا المهم. لوين رح توصل مع هالرجال؟ عم بسألك لأنك قلت إنه أونال ما رح يكون في عنده علم، يعني إنه أونال هلأ انتهى على الخالص مزبوط؟ المعنى هديك ما بعرفه، بس اللي بعرفه يا نحن رح ننتهي يا هن رح ينتهوا. أما الفائدة من عدم معرفة أونال فهي إنه كل ما بدي أقرب أوصل لتفاهم فجأة بفوت أونال بلعبة وبيخرب علينا كل شيء. بيخربها، راح يخربها. أخي أنا في شيء ما فهمته أبدا. لا مو معقول ما تفهم، بس رح نحاول نفهمك على قد ما منقدر، لا تخاف. هلأ أنت وقت ما بتتفق مع فيكتور هذا البغل وتوبراك وصبحي وإلكار رح يتسامحوا يعني؟ شو يلي ما فهمته يا صوص؟ أنت ما بتعرف أنه أحب شي عنده لأخي خضر هو المسامحة؟ الياس، الأمور يلي بحبها ما عم بقدر نفذها، فهمت؟